صيد جرنب قلت كنت تصطاد معناتها على رجليك. اي كنت تحكي لنا شوي. والله هنا خاطر مستغرب ياسر بشر يصطاد. هذا استغرب فيها حتى الحمرون طبعا. قال انا ما قلتش نعاودها الاذاعه. اي لا عاودونا احنا جاتك فرصه باش تحكيها معنا. قال عبد الله خويا حمروني راه هو راه محمد خويا مش هو قتلوا رمبين ولا ثلاث. قال له علاش؟ في كهربا. علاش مشوه معناها؟ اي قال له لا مشوا على الموبيلاتات ومحمد خويا راه يجي عليك. على رجليه. قال له هذا ما عادش نحكي. ما عادش تحكيها ولا تنحكيها انت نحكي ولا يقول لي تكذب. قلت له انا اللي يعجبك فيا ولا الساعه من ناحيه المي نصبر عليه. ما نقولكش انا ما لا لا بشر. ما نقولكش انا ما نعطش. نعطش وما نصبر على المي ما عندي حتى حشيش انا نصبر على المي. وحتى نتعب نصبر على التعب. والأرنب يحب لها الدوام يحب لها واحد يداوم في جرتها باش تحصل. أنا عندك في جرة أبرك شوي ما نقولكش بارع لدرجة ما تصورش. لما نسات طياير زي الحاج محمد الله يرحمه بن قرارة زي الحاج بكر بن ناجي هذا من ناس طياير فهمني. وأنا بالنسبة لي أنا ودي متعلم من تحت ونجري ما دام فيها. قال الأول ضو النهار قاعد زارق والارنب جرتها قدامي راه ما نوليش دونها نذبح. هكا هو نمشوا ساعات انا وجماعه. والله العظيم وصلت فتره مش خطره من ثنتين وصلت فتره فهمني ولا نقول بالقاسم بن احمد خلط البرميط خلط بالقاسم البرميط ولا محمد الكعوب ولا احمد الحرس وندير انتم ماشي خلاص ما تستحقش ولا بد نذبحها الارض نطيح في جرتها. كان عمال موبيلات هو ديما مجفلت هاك الموبيلات هذيك ديما جرتها تمعز قدامي وانا جرة حية قدامي ونجري معاه حتى نذبح. وكان ما ثمش انا نجري جرتها حتى نترمض نشدها وكو فهمت. وما توا لي تقريبا جا عمين ثقلت شوي ما نكذبش ثقلت شوي حتى العمر توا انا في عشرة السبعين. انت توا قديش عمرك عم محمد بالضبط؟ عام 53 يعني قديش 68 عام؟ ايه هكاك 68 عام. لكن لك كان تعطينا السر اني ما حايره في حاجه ان عم محمد شعره اسود مازال محافظ على السواد معنا. لك كان تعطينا السر الحيويه وسر الحياه. ما الانسان راه شعر الاسود هذا اللي عم محمد صغار شايبه بالضبط. ما الانسان راه هو كان انسان تحط في قلبه ويقعد يرحي زي جمال الهيج راه يقعد يسن وكاك انا غادي قديت. اي صح وزيد بزياده هانو لا بكل شيء من فوق اللط. وكان رانا ولا بد انسان انا ساعات نتغشش كتاب لكن بعد ننحل ننسى وما يشتغل نقعد ديما مثلا مصايب ولا حاجه ساعات الانسان تصيبه مصيبه ولا حاجه يبقى ديما يسن عليها ولا يتفكر بها لا انا من دابا لحظاتها وخلاص نبدل الجو نمشي للصحراء نمشي للمدينه ما تدريش علي وين شغل. عم محمد فما جانب اخر من حياتك اللي إن حياتك ما فيها برشا اصحاب ثم حاجه من ثم حاجه اخرى فتناها من ناحيه السلوكي اللي هي رجعنا للسلوكي اي ثم واحد يقول له قول قول عمك حرب عقوبي اعمى ضرير كان حال في حنوت علي بن حامد حوشهم في حنوت علي بن حامد والله يقول لك أظن لا عمك حرب هذا مدمر في الزوايل ومدمر في الأسلاك تجيب له أظن السلوقي ما حد يمسه يقول لك هذا يلحق ولا ما يلحقش ضرير يعني سبحان الله يمس السلوقي ساعات واحد يجيب سلوقي يقول له هز عمك حرب
يا زلمك حلب داب ما يقول داب ما يمسه شيء داب ما يمسه كي يقول يلحق ولا يقول هو صحيح. عم محمد جانب آخر من الحياة متاعك عندك برشا أصحاب ومعروف زاد خرجت من تونس شت المغرب شت الجزائر لو كان اكتشفوا معاك أصحابك عندنا تصويرة الأولى كانت تحكي لنا بالضبط شكون اللي فيها هذا جدع الله يرحمه والصادق بن جليل الله يرحمه والآخر والله ما نسيته والله ما طوالت العهد هذي في الصحراء ولا وين هذوما في الصحراء وقتها في الشرك الشرك هذاك صاحبي جدع هذاك ونخرج انا وياه للصيد ننطحنا خيط كان صياد زاد كان صياد وهم صياد وقتها بالكرب وهم بعد وليتوا بالشوي بشوي روامت عن الموبيلات وتعلم عن الموبيلات ولي سوق مع الموبيلات هو داير الموبيلات وانا على ساعات نقول له يا ودي الجريدة هذا ما فيها حتى طب يقول لي لا اعطيني الشير اللي صار بركة لا بس لا تخلو عندك زادة تصاور اخوين قلت لنا في المغرب اي هذوما تصاور في المغرب اي تصويرة الأولى زادة تصويرة الثانية في المغرب اي عندك زادة مع ملحن تونسي اي وقتها كان لهني فترة المهرجان اي فترة المهرجان جاني وقت الفرقة وقت عندك كانت عندك فرقة شعبية اي جاني هو عملتوا مع بعضكم جاني هو وقتها انا لا وجاني محسن ماطري محسن ماطري قعد حضرنا نهارين وخدم مع مساريح ولا داعي منهم وقتها حتى ما جيت الكلمة حاضر فيه افهمني وعليه لسان وبعد فانو لا بدا هو سقد قاعد حدينا عرات قال لي طل على تونس كاني وانا تصويرة اخرى الورد الجزائري اي الله يرحمها الله يرحمها كان تحكي لنا قصتها وردة الجزائرية هذه هي كان عندي واحد يقول له مولود مطيب الله يرحم باللعبتات مولود مطيب هذا يجيني ديما يقعد حدا في الحنوت وقال لك فانو لا وناخذوا في مجال سليل كوبا سليل كوبا هذا المجال هذه مش عارف منين يجي من مصر ولا مش عارف منين تلقى فيها العناوين نتاع المطربين ونتاع الممثلين ونتاع كل شيء عاد احنا هنا لا ساعات هكا نقول مالود طيب نقول له بالله خلنا وقتها ما دامش لا تليفونات خلنا كتبوا له جوا يقول لي خلاص يكتب له مالود طيب هو المراسل الوحيد نتاعو يكتب له جوا تعرفنا وقتها على ورده هذه تعرفنا على الورده كاش هي بعثت لكم التصويره نتاعها اي بعثت لنا هي التصوير وتعرفنا على الورده كاش الورده كاش زي اي وتعرفنا على الورده كاش والاخرى هذه ايش يقولوا لها واحده والله ما طال علي العهد منها واحده اخرى ونجوى فؤاد نجوى فؤاد وعلي بابا هذوما الكوليكا تعرفنا عليهم مصريين تقريبا يجي سته ولا سبعه مولودهم الطيب جوابه اللي يجي يقراه مولودهم الطيب فانه لا هو اللي يستنى ترى فانه لا يبعثهم صقر بحول لا يخلط هم يبعثهم ثم تصويره اخرى زاده في الصحراء معك صياده اي مندوس في بالي حسب ما ذكرت لكن تحكي لنا شكون بالضبط معك في التصويره عبد الله اخوي وعمر مرزوق الله يرحمه الله يرحمه وعمايه فانه لا عبد القادر القابسي جايب قوريه وجايب قاوري وعماية البشير بن سالم هذا اللي كان في البريد وعماية فانو اللبد البشير بن نصر الله يرحمه لو كنت تحكينا على رحلتك للمغرب تصويرة هذه فيها صورة من فولكلور المغربي اي كانت تحكينا بالضبط هذا بالنسبة كيف كانت رحلتك للمغرب هذه بالنسبة للمغرب المغرب ما قعدنا مرة أخرى زادة المغرب اي هذا من المغرب وقتها فانو لا مشان مراكش اي ومشان للبدوي الله يرحمه الله يرحمه مشيت لهنا وقتها انا وعبد الله اخوي ابو سيد عاد فانو لا عاملين حفلات عاملين سهريات وخرجت انا وقتها فانو لا بد خرجت لك السهريات هذيك عاد الحاج البدوي فانو لا يقول يا محمد يا ودي وقتها جينا نلقوه بي في زمانه نلقوه انا لا رئيس دوله شاد المغرب وشاد محامي ودير سكرتيرات ودير واحد وقعدنا يقول لي يا ودي اقعد تسرش اقعد هنا هون ولا بد ونقول له يا ودي لا ولا بد نمشي نعمل دور حتى نجي عاد نمشي
نلقى حفلات نقعد نتفرج فيها، نلقى قنيه ساعات تلقى قنيه فون ولا جايب رقصات معاه، وتلقى حال الموسيقى وهم فون ولا شاطر. احنا وقتها مازال ما وصلناش الدي في دي والواحد هو عندهم، هي هم متقدمين علينا احنا اكثر فهمت. عاد نقعد نتفرج، انا جايني غريب كيفاش دي في دي رابطه في التلفزيون في الشاشه قد دكه ورقيص وواحد، عاد نقعد نتفرج. الصور ثم واحد وقت مد لي الصوره هذه نتاعها هزيتها روحت في البوم التصاور نتاعك لقينا تصويره نتاع الشاعر الحبيب سعد. اي كنت تحكي لنا على علاقتك بالحبيب سعد وعلاقتك بالشعر بصفه عامه. علاقتي بالحبيب سعد هذا صاحبي حد يسمع ظهرنا ظهرنا جميعا، صاحبي ياسر كيف هو كيف العجال الله يرحمه، كيف برشا جماعه علي فلاق بشير البحري عبد الله بن محمد احمد ولد خديج عبوده عند مبروك نور الدين الطليحه نقول احنا لكن في البريد جماعه اصحابي يقول لك هذا علاقتي طيبه بيه بصراحه، وقاعد نسف عليه وبعثته هو محمد بلطيف والبشير عبد العظيم و وش يقول عمك علي الاسود وشكون بن سعيده وش رايك والمبروك بن سعيد، هذوما كل عملوا تسجيلات والمبروك بن سعيد والقلعاوي هذا وعمك محمد بن حامد الله يرحمه وعمك بالقاسم خشم الله يرحمه، هذوما بعثتهم جماعه الاذاعه في تونس عاد فانا لا ولوا سجل. ثم الكاروس قال لي مدير الشركه تعمل مزيه ابعث لي الكاروس ديما نمجد فيه انا وصاحبي ياسر الكاروس نمجد فيه، قال لي ابعثه لي، قلت له يا ودي راه ضرير واحد، قال لي ما يهمكش يجيك لواج تهزه مثلا، وقتها لواج وين؟ لواج قال هذا القلعه ولا العذري شو المحوشي ولا شو يقول هذا عمر النويلي ولا عمر بن عبد العظيم جماعة قدم أنا، قلت له قال لي يا خويا كريلا لواج ديرها في الأول يجيني لتونس، يا ودي قلت له راه واعمى ضري، قال لي والله إذا وصلت الدرجة إلى ما نخسر عليه حتى 20 مليون ندخله الكلينيك نخرجه يشبح، نركب له قرنية خرجه يشبح، على ما جهل أنا ماني نمجد له ياسر في الكاروس، أنا شافها حاجة كبيرة، ثم الكاروس عند بالي باش نبعث شوية هنا لا ولده علي قال لا احنا نطيح على الولايه لا واحد وكذا وما نجموش، قلت له خير رايكم. عم محمد لكن تحكي لنا على مغامره الموبيليت سمعنا بها، حبونا نسمعوا منك انت بالضبط كيفاش صارت. قدامنا ننتقلوا لمغامره الموبيليت، خطر هزونا في جناح قابس على ذكر الكروز، خطر هزونا ل جناح قابس ومشينا احنا والفرقة الفنية متاع قابس، مشينا للقروة وقتها ولاية قابس هي اللي جات الأولى لكم ربحت، شكون ربحها؟ ما ربحتهاش الكمانجة ولا غيرها، وقتها نازليني منا شادين فكر جماعة المدح وكل واحد مشي الكاروس ومصباح خوه وهزناهم وقتها فانا لا من هني دار تمشين جو القيروان، قال كاروس خلي يمدح الكل المليح فيهم يجي، الا يدور في المدح يجيني خلي يمدحوني يدش، وقال لك انا لا عندي زي تو تقريبا العشرة متاع الليل والا هو العشرة ونص، جاتنا الانطلاقه نتاع الكاروس باش تمدح، والله العظيم أنا بصراحة قعدت به وطبت سوى المديح، بالله الذي لا إله إلا الله ثم مدح يعودها، ولا ثم مدح ماهيش مسلس لأخته، ننظر وقلت أنا نجمة الصبح، ننقال الشاف نتاع القايد هذا نتاع الحذاري واحد كذا، قال له يزي يا حاج يزي بركة، فهمت؟ نجح. صور الجائزة الأولى هو اللي جابه لنا، احنا معناها يلزم الإنسان يقرع حاجة معناها جابها هو جاب راهو إن تلقاه يقف على كرعيه يضرب الضرب شيء سواء بالبندير سواء بالصوت، والصوت ما تبدل وصوته ما تبدلش خلاص،
كروس او انا في شارع عبد الملك من سجناها من خطر فانا لابد الكروس يصرح بالسعي فطول هذا لي ممكن ثم اللي يعرف ثم اللي ما يعرف فطول هذا لي يدكن السعي اللي مراح يخلي به كل كلاب وعندها عرس في غادمه والا في الصبريه يسمع به يعض كتانته ويقول انا فاي يدكن السعي اللي مراح يخليه ويدير جري ثم عرق هذا غط الكواليس كان داير عرق زي عرق قفر في السماء يجي يقف فوقه يعمل صوتين ولا ثلاث المليحه اللي تسمع الكل كان في غادم ولا في الصبريه تقوم بزغرته شنو تقول لهم الكروس هاو لف هاو جاي الكروس وين سمعتيه تقول انا نسمع صوت مشوار مشوار يدخل العرس يدخل العرس ولا بدي هو العرس تسيب الناس كامل اللي يلزم توخى ما شاء الله بتحكينا تو على مغامرة الموبيلات كيفاش صارت كيفاش خممت فيها خاطر مش سهلة من دوز البنزرت بالموبيلات معناها أي. مغامرة مغامرة صحيح مغامرة الموبيلات أنا وقتها عرس جديد وقعدة تعمل مرة شهرين ولا ثلاثة كاي وبعد قعدت أنا مش نطل على أهلي قعدت أني أنا لابد هنا نخدم ونروح وقت حوشنا القديم ونروح البيعة ما ونمشي نسهر أنا وجماعنا وقدر الله يرحمه وجماعة فانا ولا نسهر في جرد الشهداء يجوا نقعد ونسهروا فيها ونروحوا نتفرقوا منهم خطرة طنت فراسي أنا وقتها قعدت تقريبا 10 أيام في البيع طنت فراسي قلت لهم أنا راني تنمشي نسقط بنظرة يا ودي شنو قلت له سيئة الليلة راني زمت مسجد البنزر يا ودي بالك ما توصلكش الموبيلات قلت له لا بحول لا توصل درت الموبيلات عندي ودرت هنا لاخ طيعات بياس وديمونت بني وهالبيعات هذه ومفتاح بوجي وبوجيات ورموات ودرت عندي ودرت ما تسجد جينا عندي زي تو وقتها هنا لبد عمانا بالقسم مجنون الله يرحمه جينا من جرد الشهداء جاو جماعة ما يقدروا الله يرحمه وجماعة جينا قدام حنوتي وقفنا هكا شوي قال لي نور الدين هذا ولد سمور قال لي يا محمد يا ودي ما تقمرش يعني نقول لك اقعد قال لي محمد دبنا يا ودي اقعد ما يعني نقول لك زايد راه طق راه مش طق لعب راه 600 يا مصر قلت له 600 ولا 100 ماشي ماشي قال لي يا اخوي رايك قررت بيش هيا في الأمان يا جماعة في الأمان ندير التمسك نقول أنا خرجت الحداش نتاع الليل من هنا ضابط الوقت بالضبط الحداش نتاع الليل من هنا خرجت عقب ساري الحداش واربع دراج نتاع ما غدو الصبح أنا في باب علاوة كلمني سالم الجديد وقتها يخدموا بن عمران في الجهوية وقتها ما ذمش إلا يزل تونس من غير كماهيش الوطني كلمني سالم الجديدي في باب علاو أني تنخطف الدورة نتاع جبان هذيك وهو كلمني يا شلغوم يا شلغوم حبس جاني سالم سلم عليه قعدنا نتكلم عليه كسب ندير هني قلت له لا أنا تو خالط كيف ندير جاع الموبيلات قلت له جاع الموبيلات يا رسول الله لا 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 قال لي ما عاد نزيد حتى خطوة جماعة قال لي هاهم هنا في البرطمان هذا كريانة أو بن عمران وجماعة هني عبد الله بشطولة وجماعة وتجوني ما عاد نزيد حتى خطوة هات الموبيلات جاب كركر لي الموبيلات حطها لوطة هون ولا بدا في دويرة وطلعنا في الدروج جيت أنا مشيت دزني قال تالي قال لي اقعد قال لهم تنجيب لكم واحد تعرفوش قعد هون ولا فات لك عليهم شوي وبعد قال لهم ها شغل ايه كيسة يحسبوني فانا لا جاي في الكربون قلت له قال جاء الموبيلات الموبيلات هذا دخلها تو فانتك بجاء عاد قعد الجماعة دايخ وقت عبد الله بشطولة يقرا فانا ولا ما زال تلميذ هو طاهر جوني ومش عارف شكون عماه جيتهم ذم قعدت معهم فانا ولا العشية تغدينا ذم قايلة وقعدت العشية والعشية خرجنا منه دورة وجيت اروح قالوا لا مغرب تو اقعد
يا ودي راهو من شباب ما نعرفش يا ودي فيه راهو خطر نخش تونس ولا ربما نغدي. قال لي لا بعد نوصل. قعدنا تعشيت معهم وبعد هنا لا خرجوني. قال لي على شرط ترجعني. قلت له رجعك سالم جديد الله يرحمه. الله يرحمه. ركبت وراي امشي طول امشي طول امشي طول جابني باب سعدون. قال لي اوه بلاك بنزرت 65 كيلومتر. اوه بلاك بنزرت باب سعدون. لقاه زي في سنقطك كذا حدا. هكاو اي رجعني عرفت ثنية. قلت له عرفت. رجعت قد الجماعة غادي قد البرطمان هذا ونقول انا رجعت على زفت. تعديت طول. انا في العالية نجري. تقريبا يجي وقت نص الليل ولا نص الليل وربع. انا في العالية نجري نلقى اربع من الناس واقفين حدا زوز مترات واقفين هكا. داير بلاكة فيها اضواء ترمش. شو العزيمة. تعديت نهفه فاني ولا بد. امالي هكا قلت يا خويا ونعرفك توميلي تتحبس. تعديت دواله وشوية وخي ارتدفوا زوز على ماتور وانا الكلان تاري يلعب في زوز. اكو حجبني هكا فاني ولا سكر علي. قال لي احبس. بس السلام بابا شحالك لاباس خير الحمد لله. قعدنا نتكلم منين. قلت له من دوز. وين دوز؟ قلت له انا نبعدوا على قابس 150. ها؟ درا جا على ماتور. قلت له جا على الموبيلات. اهبط اهبط. عاد اش ماشي؟ قال لي اهبط. وين ماشي؟ قلت له ماشي بنزرت. قال لي اهبط. تو انت بعقله؟ يا ودي اهبط تقف غاديك. تو بالكش دايخ انت ولا حاجه. قلت له كيف دايخ؟ يا ودي بالكش غديت. وين ماشي؟ قلت له ماشي بنزرت عندي اهلي عندي انسابي. لا لا كيف ماشي؟ ايش جاي؟ قال لي سي توفيق. قال له تعال شوف لي هذا يا ولدي. يا ولدي قال لي ماك لاباس بركه. قلت له لا لاباس يا ولدي ما في شيء. ايش بك؟ قال لي لا اله الا الله. قال له هذا تعرف منين ولا؟ اي المفيده. قال لي من وقتاش سجلت؟ قلت له وامتى وصلت وامتى كذا. قعدنا نتكلم. قال لي اعطيني كارت تعريف. اعطيته كارت تعريف ولا سيونس؟ هاز وقتها لسيونس. اعطيته. شافك قال لي اظن ها ورقه تمشي بها. اظن راه تنشدهم. انا في منزل جميل. تعال انا بعد المنزل جميل. لاني ديكلارو هنا جماعه حرس وقتها ولا شرطه ولا حاجه ولا يقول لهم السيد هذا موجود عندكم غادي وعنده موبيلات وعنده كذا وانسان بعقله ولا بلاش هذا واحد كذا. لاني يشوف هكا هو تعدي. من غدوه عاد جيتهم انا وانسابي. راه واحد ماضي ساعه غير درج تقريبا ولا ماضي ساعه غير درجين دقيت الباب على اهلي. ونظنا فان ولا كتاف من في من سرت شوي وبعد اتكينا رقدنا. جاني الناصر بن عثمان غادي وقت واخذ اخت نور زمان. سمع بي قال له لا ها صاحبك جي على الموبيلات راه مندوز بدا عاد الناصر بن ولا صاحبي جي على الموبيلات كذا درجنا احنا المرازيق هكا. وقعدنا نتكلم. جانا الصباح هكا هو العشيه درنا تمام ماشيين منزل جميله هزان الاوراق. قال له نسيبك. قال له نسيبي كذلك. قال لي ودي استحفظ على روحك. هكا هو قعد ندور عليها ونمشي عليها ثم بنزرت واحد كذا وبعد روحت نفسي. هذا على ذكر ثم لقطه تافذك. ثم واحد خرج عمال من قبلي مره يدوبل علي مره ندوبل عليه. ساعات هو واحد عنده عيله مرات يقول لها استنى تنبول ومرات يقول لها استنى تتقيم. عادي ونتعدى ونخليه دوله شيء زي دبل علي. جانا في المحرز. انا ما عندي حتى حشيش. جانا المحرز قلت يا سيدي نشرب قهوه فلا ربما نرقدش ولا حاجه. هيا نشرب قهوه ما عندي حتى شيء. قلت له هات لي قهوه علي. عاد خلطته. قال لي تعالى جاي تعالى. منين انت؟ قلت له مرزوق. قال لي انت راني تو قاعد مكذب روح. انت مجنون ولا بعقلك؟ انا التو دايخ راك لي كامل تجي عمال انا اصحابك رهبان. قلت له ودي كيف رهبان؟ بس علي وين ماشي؟ قلت له ماشي بدا عاد يلم هذا تعالوا. قال تعالوا اشبح الموبيلات واشبحوه. هذا موش رهبان راه عبدها ماشي بنصرف. قعد يفدلك عليه مشوار وبعد ناض يجي يطالع فيها كمان القهوه واصحابه بعد تعدي. عم محمد سعد جدا 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 بلقائك. انت شخصيه مريحه ياسر قريبه من القلب ياسر.
حكيت لنا على تاريخ تاريخك انت الانساني، وفي نفس الوقت هو تاريخ المرازيق، تاريخ وجه من وجوه من مدينة اليوم، ضيفي المبجل الجميل القريب من القلب محمد شلغوم. تابعونا على الام دوس ان شاء الله في حلقات قادمة. الى اللقاء.